هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي وطلابي طلابي جريد 4، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وبحيي كل المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة، قناة دروس رياضيات ماث اونلاين. ان شاء الله النهارده هنستكمل كورس الماث الخاص بجريد 4. هناخد النهارده ليسن 2، في طبعا يونت 4 فايندينج اريا. فايندينج اريا حبايبي الشطار يعني ايجاد ايه؟ المساحة. ازاي اقدر اجيب الاريا؟ الاريا المقصود بيها المساحة، وابني لازم يحفظ الكلمة دي كويس. اريا يعني مساحة، يحفظ كلمة اريا زي ما حفظ كلمة بريمتر. اوكي، يعني ابني زي ما حفظ كلمة بريمتر يعني محيط، هيحفظ كلمة اريا يعني مساحة. يبقى دي مساحة ودي ايه؟ محيط. ازاي عرفنا وعرفنا ازاي نجيب الاريا؟ دلوقتي هنتعلم ازاي عرفنا ازاي نجيب البريمتر. دلوقتي يا حبايبي الشطار هنتعلم ازاي نجيب الاريا. كلنا عارفين لما كنا نجيب البريمتر كنا بنعمل بلاس، يعني كنت بشوف دول كام هنا، 1 2 3 4 5 6، دول 6، يبقى دول هيكونوا زيهم 6. 1 2 3 4 ودول كانوا 4، كانوا دول 4، وكنا بناخد كل ده في البريمتر ونعمل لهم بلس، صح؟ كنا بنقول 6 بلس 4 بلس 6 بلس 4، الانسر هتكون 20. وكان لو سنتيمتر كنا بنقول سنتيمتر، يونت هنقول يونت، مليمتر مليمتر، وهكذا. طب الاريا يا مستر؟ قال الاريا بكل بساطه حبايبي الشطار هي المقصود بيها انك البريمتر كان الحاجه اللي من بره دي بس، اللينكس من بره دي بس، بنعمل لهم بلس مع بعض يدينا البريمتر، يدينا ايه؟ البريمتر. اما الاريا حبايبي الشطار، الاريا مقصود بيها كل ده، كل اللي قدامك ده انا عايز كده الاريا. طب الاريا بنعمل ايه يا مستر؟ بكل بساطه البريمتر بنعمل، كنا بلس في الاريا هنعمل تايمز، يعني هقول لدي تايمز دي، يعني هنقول 6 تايمز 4 كده الاريا. لو عايز اجيب الاريا الاختصار بتاعها لتر ايه، هقول 6 تايمز 4، 6 تايمز 4 ايكوالز 24، وسنتيمتر ونحط عليها 2 كده من فوق معناها سكوير، سنتيمتر سكوير او سكوير سنتيمتر. اوكي، ممكن ابني يقراها يقول سنتيمتر سكوير، او ممكن يقول سكوير سنتيمتر بكل بساطه. يبقى الاريا بنعمل تايمز، البريمتر بنعمل بلس. احنا بنتكلم النهارده على الاريا، يبقى خلاص هنعمل تايمز. اوكي، يبقى في الاريا اوعوا ننسى حبايبي الشطار، بنعمل تايمز البريمتر بنعمل بلس. مستر الدرس سهل ان شاء الله، سهل جدا، فيري ايزي، وان شاء الله بحين نستمتع بيه كويس جدا جدا. هندخل دلوقتي على الاكسرسايز ونبدا نحل، وابني هيفهم كل حاجه. يلا بينا، يلا بينا حبايبي الشطار. هنا حبايبي الشطار طبعا بيقول write the formula of the area of each rectangle or square then find its area. حبايبي الشطار بكل بساطه بنعمل تايمز. طب يا مستر معلش، البريمتر احنا اخذنا الريكتانجل وكنا بنقول البريمتر سهل جدا، كنا بناخد اللينكس بلس الويث والانسر نعمل تايمز 2، ده الكلام ده في البريمتر في اللاست سيشن، في السيشن اللي فات. طب الاريا بتاعت الريكتانجل كنا هنعمل ايه؟ قال الاريا بتاعت الريكتانجل حبايبي الشطار هقول لينكس تايمز ويث، تايمز على طول. اوكي، طب الاريا بتاعت السكوير، الاريا بتاعت السكوير طب نفتكر معلش يا مستر، البريمتر البريمتر اخذنا كنا بنقول اس الاس تايمز الفور، صح؟ لا، في الاريا تايمز itself، يبقى s times s، يبقى في الاريا بتاعت السكوير s times s، والاس دي السايد لينكس اللي هو ده كده اسمه اس، اسمه ايه؟ اس، يعني طول السايد ده او الضلع ده بنسميه اس سايد لينكس. اوكي، تعال نبدا سايد تايم سايد يعني اس اس. اوكي، هنبدا كده واحد. طب يا مستر معلش احنا مش فاهمين حاجه خالص. طب تعالى كده حبايبي الشطار نجيب الاريا في الريكتانجل. احنا قلنا الريكتانجل لما نجيب الاريا اللينكس ال ال تايمز الويتس، الويتس هنا كام؟ 3، يبقى 9 تايم 3 ايكوالز كام؟ 27. وطبعا ده حبايبي الشطار سنتيمتر، يبقى هقول سنتيمتر سكوير او سكوير سنتيمتر، وما ننساش ال 2 في الاريا. تعالى هنا برضو هنعمل ايه يا مستر؟ لما نجيب الاريا واحنا اوريدي الاريا بتاعت السكوير بكرر الاس مرتين، اس اس. طب يا مستر ما الاس هنا بكام؟ ب 6، يبقى 6 تايمز 6 ايكوال 36، وما ننساش سنتيمتر طبعا ايه؟ سكوير او سكوير سنتيمتر. هنا برضو ده سكوير يا مستر، هي او بنعمل تايمز للتو اللي جنب بعض، ما فيش مشكله، نفس الانسر. هتقول لي الاريا ايكوالز خلاص اس اس، يبقى 5 تايمز 5، ليه اس اس شبه بعض؟ يعني هيديني نمبر تو نمبر شبه بعض، يبقى 5 تايمز 5 25، ما ننساش سنتيمتر سكوير. اوكي حبايبي الشطار، يعني بكل بساطه في الاريا بنعمل تايمز، حبايبي ما ينسوهاش، في الاريا بنعمل تايمز، في البريمتر بنعمل بلس. اوكي، يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. هنا لتر دي حبايبي الشطار هنا جاب لي ال L، دايما ال L هي الاكبر والويتس ال W هي. طب انا عايز الاريا، احنا قلنا يا مستر الاريا بنعمل تايمز L تايمز W، لينكس تايمز ويتس. هقول 18 تايمز 10 الانسر، وي بوت زيرو، هنحط الزيرو زي ما هو، و18 تايمز 1 ايكوالز 18 180، وما ننساش طبعا متر سكوير. اوكي هنا. طب مستر اشمعنى دي عملتها متر؟ عشان هنا حبايبي الشطار ده متر، يبقى هعمل متر سكوير او سكوير متر. هنا برضه نفس الفكره، هجيب الاريا، خلاص احنا حفظنا ده عشان ده ريكتانجل، يبقى الاريا لينث تايمز ويتس. اوكي، هنعمل تايمز على طول،
نقول 8 تايمز 6 ايكوالز الانسر 48، وما ننساش دي مليمتر، يبقى مليمتر سكوير. اوكي نيكست وان برضه هنا هعمل تايمز حبايبي الشطار، هقول 12 تايمز 4 ايكوالز 48، وما ننساش سنتيمتر سكوير يا مستر عشان دي سنتيمتر. اما في البرامتر ما بنحطش علامه السكوير. طب فايند ذا اريا اند ذا بريمتر اوف ايتش فيجر، دلوقتي هيعمل لي ربط هيربط لي بين الاريا والبريمتر. حبايبي الشطار الاريا بنعمل تايمز، البريمتر بنعمل بلس عشان ابني ما تلخبطش. طب نعمل واحده عندي ده 6 يا مستر ودي 4 يبقى دي 4. تعالى كده نجيب الاريا، الاريا المستر قال لي يا مستر اعمل تايمز، يبقى 6 تايمز 4، 6 تايمز 4 ايكوالز 24، وما ننساش طبعا ده سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. طب نيكست وان البريمتر، البريمتر حبايبي شطار عشان ابني ما يتلخبطش، طبعا ابني دايما بيتلخبط، في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنعمل بلس. حبايبي الغاليين حبايبي الشطار طلاب جريد 4، لا عشان ما يتلخبطش في البريمتر بنعمل كله بلس، هقول 6 بلس 4 ايكوالز 10، هنا 6 بلس 4 ايكوالز 10، 10 اند 10 الانسر بتاعتي هتكون 20، 10 بلس 10 20، يعني عملتينهم كلهم بلس، وما ننساش سنتيمتر. يا مستر نحط سكوير؟ لا، في البريمتر ما نحطش سكوير. هنا في الاريا هنعمل تايمز، هقول 5 تايمز 3 ايكوالز 15، وده سنتيمتر ما ننساش سنتيمتر سكوير. البريمتر بنعمل بلس، هنا 3 هنا 3 هنا 5 هنا 5، ويلا نعمل بلس 5 اند 3 ايكوالز 8، 8 اند 8 ايكوالز 16، يبقى الانسر 16، وطبعا سنتيمتر. نيكست وان حبايبي الشطار، هنا برضه انا عايز الاريا، بنعمل تايمز 9 تايمز 9 اس تايمز اس عشان ده سكوير ايكوالز 81، طبعا هنا سنتي ده متر يبقى متر سكوير. طب البريمتر بنعمل بلس، ده 9 يبقى ده 9 وده كمان 9، هنقول 9 بلس 9 بلس 9 بلس 9. واحد قال لي مثلا طب ما هم ال 9 متكرره 4، يبقى نعملها تايمز 4 على طول، براحتك 9 تايمز 4 ايكوال 36، وطبعا ده متر يبقى متر. اوكي يا رب حبايبي الشطار يكون فهموا الفرق بين الاريا والبريمتر، الاريا بنعمل تايمز، البريمتر بنعمل بلس. يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل حبايبي الشطار طلاب جريد 4. هنا حبايبي الشطار بيقول لي كومبليت، كومبليت اول ما اسمعها معناها اكمل. حبايبي طلاب جريد 4 لما تسمع كلمه كومبليت معناها اكمل. طب بيقول لك اريا اوف ذا سكوير، احنا قلنا الاريا بتاعت السكوير اس اس، يعني سايد تايمز سايد، اوكي، او سايد لينكس تايمز سايد لينكس. ريكتانجل اوف لينكس، هنا الريكتانجل اعطيك اللينكس بتاعه ال 7 ويتس الدبليو 4، يبقى تعمل لهم تايمز، لو عايز الاريا بنعمل تايمز. فزين ذا اتس اريا، الاريا يا مستر هنعمل تايمز 7 تايمز 4 ايكوالز الانسر 28، وطبعا هو كاتب سنتيمتر سكوير. نيكست وان برضه ريكتانجل، يبقى هنعمل تايمز، لو عايز الاريا 8 تايمز 3 ايكوالز 24 دايركتلي مباشر سنتيمتر سكوير. جاردن، هنا جاردن حديقه، in the shape على شكل of square مربع whose side lengths، side lengths بتاعها طول الضلع بتاعها 9، يبقى ده ال L. Then its area، طبعا هنا الويتس، طبعا ده على شكل سكوير، الشيء بتاعها سكوير، يبقى اس اس، يبقى هكرر 9 مرتين، يبقى 9 تايمز 9 ايكوالز 81، وطبعا سكوير سنتيمتر او سنتيمتر سكوير، اوكي متر سكوير اسف، لان دي متر يبقى متر سكوير. طب ذا اريا اوف ذا ريكتانجل دايمنشنز، حبايبي الشطار لما نسمع كلمه دايمنشنز يعني اللينكس والويتس، المقصود بها اللينكس والويتس. اللينكس هنا ايه؟ 5 يبقى ال ال، والدبليو هنا 3. طب انا عايز الاريا، بيقول لي يبقى خلاص هقول 5 تايمز 3 ايكوالز 15، وما ننساش طبعا دي سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. نيكست وان ريكتانجل اتس ويتس، ويتس اللي هو الدبليو حبايبي الشطار، طبعا اول حرف W، يبقى في الحالة دي ده 4 واللينكس 6. طب انا عايز الاريا، يبقى اقول 4 تايمز 6 ايكوالز 24، وما ننساش ده سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. هنا نيكست وان ذا لينكس اوف ذا ريكتانجل، طب اللينكس اللي هو ال 10 والويتس 8، انا عايز الاريا حبايبي الشطار، يبقى الاريا هقول 10 تايمز 8 equals 80، وما ننساش سنتيمتر سكوير. لا مستر ده مليمتر، ام ام اهو، يبقى مليمتر سكوير. تمام حبايبي الشطار، دي ام ام. اوكي اوكي نيكست وان ا سكوير هوز سايد لينكس، السكوير اهو 4 سايد لينكس، يبقى اس اس، يبقى 4 تايمز 4 equals 16، وطبعا هنا كان متر يبقى متر سكوير. Next one area of this of square which its side length 6. بدل square حبايبي الشطار يبقى SS، يبقى SS يعني 6 times 6 equal 36، وهنا سنتيمتر سكوير مكتوب. اوكي اوكي ربكم فاهمينها كويس. هنا بقول لي سكوير بيكتشر، في صوره على شكل سكوير اوف سايد لينكس، السايد لينكس بتاعها الاس بتاعها ب 8. حسين وانتس تو كات ا بيس اوف جلاس تو كفر ذس بيكتشر،
عشان حسين راح يعمل الصورة دي يعني مغطيها بالإزاز. بعد كده قال لي what is the area of the glass piece، يعني عايز يعرف قطعة الزجاجة دي هتاخد قد إيه. قلت له أنا عايز الأريا. خلاص المستر قال لي لما تجيب الأريا بتاعت السكوير اس اس، أوكي يبقى اس اس هقول كام تايمز كام؟ 8 تايمز 8 equals 64، وطبعا ما ننساش طبعا دي سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. نيكست وان بيقول لي كالكوليت ذا اريا، انا عايز الاريا. الاريا من اسمها هنعمل تايمز اوف ا ريكتانجل اتس لينكس 9، اللينكس بتاعه 9 والويتس 5، يبقى الاريا كده هقول 9 تايمز 5 equals 45، وما ننساش طبعا دي سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. يا رب تكون فهمناها كويس حبايبي الشطار، ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار نمبر 6 بيقول لي find the area، يعني عايز الاريا اللي هي ايه of the square its side lengths 5، يبقى اس اس المستر قال لي في الاريا بتاعت السكوير اس اس، يبقى 5 تايمز 5 ايكوالز وات 25، ودي سنتيمتر حبايبي الشطار يبقى سنتيمتر سكوير. نيكست وان a square shaped room، يعني روم على شكل سكوير has its side lengths، السايد لينكس الاس بتاعها ب 3 meters، what is the area of ground of the room in square meters. خلاص يا مستر انت عايز الاريا يبقى اس اس عشان ده سكوير، يبقى هقول 3 تايم 3 equals 9، وطبعا ده متر سكوير. next one امجد has a garden، واحد اسمه امجد معاه عنده حديقه in square shape على شكل مربع with side length 6، والسايد لينكس بتاعها الاس ب 6، what is the area of this garden. طب يا مستر انت عايز الاريا يبقى هقول اس اس، يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ بكل بساطة هقول 6 times 6 equal 36، وده سنتيمتر طبعا مستر ده متر، خلي بالك يبقى مش ينفع سنتيمتر يبقى متر سكوير. اوكي اوكي حبايبي الشطار يا رب تكون فهمناها كويس جدا جدا جدا، ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار lesson 2 بيقول لي a garden in a shape of rectangle، في garden على شكل rectangle its length 7، اللينكس بتاعها 7 والويتس 5، what is the area of the garden by square meters. قلت له خلاص انا هجيب الاريا، طبعا انا عايز الاريا بتاعتي يبقى 7 تايمز 5 equal 35، ودي متر يبقى متر سكوير. اوكي which is greater، هنا حبايبي الشطار بيقول لك which is greater، من اكبر مين اكبر، يعني ايه the area of the rectangle، الاريا بتاعت الريكتانجل dimensions بتاعته 7 and 5 ولا or the area of a square with side length 6، يعني الاريا بتاعت الريكتانجل ولا سكوير. قلت له انا هجيب الاريا بتاعت الريكتانجل الاول، هعمل length times width، يعني 7 times 5 equal 35، طبعا هنا متر ولا سنتيمتر يا مستر؟ سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. بعد كده هجيب الاريا بتاعت السكوير، هقول 6 اكررها اس اس، يعني 6 times 6 equal 36، وطبعا سنتيمتر سكوير. which one is bigger، طبعا ملاحظين ان دي 36 دي 35، يبقى اقول له area of the square، يعني الاريا بتاعت السكوير. اوكي يبقى سكوير از جريتر. تمام حبايبي الشطار. طبعا نيكست وان ا جلاس كومباني، في جلاس كومباني يعني شركه لتصنيع الزجاج is cutting a piece of glass، طبعا قطع عملت قطع من الجزء الزجاج to cover the top of banquet table، طبعا هي ايه عشان تغطي الترابيزه كده او تيبل. the table measures 8 meters by 6 meters، بدل قال لك 8 by 6 يعني ده ريكتانجل، يبقى انا عايز what is the area of glass needed to for the table، يبقى خلاص الاريا مستر length times width، يعني اعمل لهم times، يعني 8 times 6 الانسر بتاعتي هتكون كام؟ 48، وطبعا ده متر، يبقى كده متر سكوير او سكوير متر. A small rectangular and far، مزرعة على شكل بتاعت نمل، مربع طبعا مستطيلة الشكل 20 centimeters by 8، بدل قالك 20 by 8 يبقى length 20 والwidth 8، لأن اللينكس دايما بيكون أكبر من السعز الاريا. قلت له خلاص الاريا length times width يبقى 20 times 8، يبقى الانسر بتاعتي we bought 0 and 2 times 8 equals 16 160، وطبعا دي سنتيمتر يبقى سنتيمتر سكوير. حبايبي الشطار يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز. هنا نمبر 13 حبايبي الشطار بيقول لي a square shaped room، طبعا غرفة مربعة الشكل has a side length، side length بتاعها 4، بدل square يبقى خلاص يا مستر اس اس، what is the area of the ground، خلاص يا مستر مش هكمل، طبعا room in square meter، meters يبقى مستر انا هجيب الاريا
اس اس زي ما انت قلت لي في السكوير بنعمل اس اس في الاريا، يعني 4 تايمز 4 ايكوال 16. وما ننساش طبعا دي كانت متر، يبقى متر سكوير او سكوير متر. يو هاف 36 سكوير كاربت، انت معاك دلوقتي 36 سكوير كاربت سجاده، طبعا الاريا بتاعتها 36. tells to arrange on the flower in the shape of rectangle two possible arrangements and label. يعني حبايبي الشطار اللي معانا ال 36 دي الاريا بتاعتي عايز اخلي منها شكل على شكل ريكتانجل، تو بوسيبل ارينجمنت، رتبها انت براحتك بقى، ليبل ذا لينكس اند ويدث، وات از ذا بارامتر اوف ارينجمنت، وات از ذا اريا. يعني انت لو هترتبها عايز البارامتر وعايز الاريا. اوكي. طب ذا فيرست وان هي كده على شكل سكوير. اوكي تعال نشوف السكوير كان ايه وايه. يعني مثلا انا عندي سكوير دلوقتي الاريا بتاعته 36. 36 دي كام تايمز كام يدينا 36؟ يعني 6 تايمز 6 يبقى السايد لينك 6، لان ده هيكون 6 وده 6 وده 6. يبقى كده هقول الاريا هتكون 6 تايمز 6 ايكوال 36. وما ننساش طبعا دي طبعا سكوير كاربت، ما جابليش حاجه هنا طبعا، ما جابليش طبعا، ما قاليش سنتيمتر ولا متر، نفترض ان هي طبعا سنتيمتر خلاص، يبقى سنتيمتر سكوير. اوكي طب انا عايز البريمتر، طب ما هنا يا مستر 6 و6 و6 و6. اوكي يبقى كام الانسر بتاعتي على بعض؟ 6 and 6 12 12 and 12 24. يبقى البريمتر بتاعي 6 and 6 and 6 بعملهم كلهم بلس، الانسر بتاعتي هتكون 24 سنتيمتر. اوكي نيكست وان. طبعا حبايبي الشطار هنا، طب لو قال لك لو كان ريكتانجل، طب ما تقول لي بقى انا عشان اجيب الاريا مش لينكس تايمز ويدث، كام تايمز كام يدينا 24؟ واحد قال لي يا مستر انا هقول 8 تايمز 3 صح؟ يبقى كده الاريا كانت 8 تايمز، لا احنا عايزين كام؟ لا احنا عايزين 36 سمستر، يبقى كده خليها مثلا هنا 4 تايمز 9. اوكي 4 تايمز 9، واحد اقول له خلاص يا مستر 4 تايمز 9 ايكوال 36 سنتيمتر سكوير. الكلام ده لو ريكتانجل، طب لو هجيب لي بريمتر هتقول 9 and 4 ايكوال 13 and 13، لان دي 13 وهنا برضه 13، يعني 9 and 9 18 و 4 4 8 18 and 8. الانسر بتاعتي هتكون طبعا هنا 9 and 9 18 و 4 and 4 8 18 and طبعا 36، يبقى 26 اسف. اوكي يبقى كده 26. اوكي 13 plus 13 equals 26، وطبعا سنتيمتر عشان ده بريمتر، لان انا هنا يا حبايبي الشطار دي 9 يبقى دي تبقى زيها 9، دي 4 يبقى دي 4، ما انت خليتها 36 وزعتها على 9 and 4. اوكي يعني 9 times 4. يا رب تكون فهمناها كويس حبايبي الشطار. طبعا التشالنج تحدي، وات از ذا لينكس اوف ريكتانجل اف اتس اريا از 24 سنتيمتر سكوير. انا عايز منك تجيب لي اللينكس بتاع الريكتانجل لو الاريا بتاعته 24 سنتيمتر اند اتس بريمتر ايكوالز ا نمبر بتوين 20 اند 30. يعني انا عايز منك تو نمبرز في الريكتانجل تعمل لهم تايمز اديك 24، بس بشرط لما تجيب لي بريمتر لازم يكون بين 20 وال 30. واحد قال لك يا مستر ثانيه 24 انا ممكن اقول 4 and 6. قلت له ماشي مش مشكله، هنا طبعا ال 6 وهنا ال 4 عشان دي الايه اللينكس والويدث. طب هنا 6 وال 4 تايمز بتاعهم يدينا 24، يبقى تمام الاريا. طب هات لي بريمتر كده، هل هيجي بين 20 وال 30 ولا لا؟ قلت له اشوف، هقول دي 4 6 يبقى دي 6 ودي 4 دي 4، هنعمل بلس 6 and 6 12 12 4 4 8 12 and 8 20. هل ال 20 جايه بين ال 20 وال 30؟ لا طبعا، يبقى في الحاله دي ده مش هينفع، يبقى نعمل ريكتانجل كمان. كم تايمز كم يدينا 24؟ واحد قال لي مستر 3 تايم 8 تايمز 3. تمام قلت له ماشي كده دول التايمز بتاعهم 24. طب هات البريمتر كده نشوف يطلعوا 24 ولا لا. طب ما دي 8 يبقى دي 8، دي 3 3 8 and 8 equals 16 3 and 3 equals 6 6 and 16 22. طب هل 22 دي بين 20 و 30؟ ايوه، يبقى في الحاله دي الريكتانجل بتاعها هيكون 8 and 3. اوكي يا ربكم في منام حبايب الشطار، وبعتذر لكم عن التاخير بسبب المشكله اللي حصلت في اللابتوب بتاعي، وان شاء الله باذن الله حاول نضغط نفسنا الفتره الجايه عشان ننزل كل المحتوى الخاص بجريد 4. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونعلق بتام عشان يوصلنا كل الفيديوهات، ونعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركناش، ويا ريت دعمكم المتواصل. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.